السلام عليكم ورحمه الله. بنت الاحوال شراكم الاحباب؟ اليوم نديروا فيديو على ماكرون توجور ماكرون فرنسا باش نتهناو باش نوعوا الشعب برك يفهموا فرنسا باش المرض هذا ما نقولوش المرض هذا اسمه ربي الغيبوبه هذه تاع فرنسا هذه نخرجوا منها. المهم نحكوا على الفيديو نحكوا على سمعت بزاف لي فيديو سمعت الناس يهضروا عليها تبون على كيف الانفعال تاع تبون واش قال ماكرون كيف ريبوند تبون. كان بزاف ناس ما عجبهمش الحال اكسيتيرا على الانفعال تاع تبون كيف ريبوند. تبون ماهوش مافيا، تبون رئيس جمهوريه. تبون الرد تاع تبون كان بروفيسيونيل تاع رئيس دوله مع دوله، ماشي شخص مع شخص، ماهيش بيرسونيل، ماهيش شخص مع شخص، دوله مع دوله، ودوله مع دوله كانت دبلوماسيه، كاين امور، كاين سفارات، كاين اكسيتيرا، كاين قوانين. حاجه اللي دارها تبون عجب السفير تاعنا قالوا هبط فرات، قالوا هبط ما بقاش حكايه مع فرنسا وخلاص، حتى نشوفوا الحل معاهم، حتى يعتذروا، حتى يوضحوا واش داروا بطريقة ذكية. وزاد قال بلي كذابين، كاش قد هذه تا واحد تقول له بلي راك كذاب يا اخي، قالهم كذابين وكسيتيرا كسيتيرا. واش راح يزيد يقول تبون على هذا؟ واش راح يزيد يسب يعيط يقول لهم دخلوا في حرب؟ هذه تاع بكري العقلية، هذه الانسان يكون بذكاء. ما نساوش بلي عندنا دبلوما، عندنا دياسبورا تاعنا كبيرة بزاف في فرنسا، ما نساوش امور اخرى. اذا حنا واش الطح واش هذاك اللي داروا ماكرون واش بان منه؟ حاجه اللي بانت وشفناها من ماكرون، شفناه باللي يتعامل كانه شاف تاع المافيا. هذا ما كان ماهوش رئيس دوله، رئيس تاع مافيا، رئيس شاف تاع مافيا. انا اول مره نشوف حاجه رئيس يهضر على رئيس يقولوا هذاك الرئيس جيد، الرئيس هذاك طيب ومليح او تاعنا. تا واحد تقول له هذا تاعنا وانسان جيد تاعنا، وشكون اللي يقول الكلام هذا غير المافيا؟ شفت على المافيا، شفت على المافيا كي يشوف واحد هكذا تابع ليه ويرضى عليه يقول له هذاك تاعنا باش يبقى في الطريق، كون يخرج على الطريق يقتلو. هذه واش معناتها؟ سما الشيء اللي داروا ماكرون دار بطريقه تاع واحد مافيا، شفت على مافيا. لا تبون وتابع ليك، ولكن تبون خرج عليه وبين له بلي راه مع الجيش الجزائري، لانه الهضره تاع هذاك ماكرون تبون ومعانا اكسيتيرا باسكو لي جينيرو والجيش تاعنا الجزائري جبد على فرنسا جهه المالي اكسيتيرا، لانه شافهم سراقين. واش كانوا يديروا في المالي هذو الكلاب؟ ها فرنسا عندها ريزيرف تاع 2340 طن تاع الذهب، 2340 طن تاع الذهب، والمالي ما عندها حتى ريزيرف. بورتون المالي شحال عندها؟ عندها بليس عندها اكثر من 800 موقع تاع تنقيب تاع الذهب، اكثر من 800 موقع بلاد تاع الذهب. ما عندهاش كما يقولوا، ما عندهاش احتياطي كاع مساكن. وفرنسا عندها 2340 طن احتياطي تاع الذهب. واش يبالكم من هذه مافيا؟ سراقين، دي مافيا. فرنسا سراقه كلش مات لها، طيارا لي كونطرا تاعها كيما هذه لي كونطرا اللي فات مع الاسترالي راحت، ما بقى لها والو. واش راه دير؟ منين تعيش البلاد تاعها والشعب تاعها من السرقه؟ تسرق في البلاد الافريقيه، كاين دول افريقيه حشات انا بالسيافة هذيك العملة تاع السيافة يخدموا على جالها وتخلصهم هي بالوراق اللي تطبعهم هما، وهذو دراهم مش معروفين في الموند. معناتها العملة هذه تاع السيافة هذه ما عندها حتى معنى، عندها معنى بين الدول الإفريقية هذه وفرنسا برك، بصح مع الدول الأخرى ما كانش. معناتها ما يقدروش يديروا لامبورتاسيون ليكسبورتاسيون ويتعاملوا مع الدول الأخرى، يبقوا مرتبطين بفرنسا، كانها فرنسا تاكل فيهم.
هذا وشي وش معناتها؟ معناتها مافيا. فرنسا هذه أكبر مافيا في العالم، سراقة. الدولة هذه، هذه مش دولة. إذن الرد تاع تبون كان في محله وكان إيجابي، أنا شفت رد هايل عجبني. قال السفير تاعنا روح، غير السفير تاعها تحشات له برك يستقوى، ما يروحش كيما القهاوي ويروح لي سوبر مارشي تاع فرنسا اكسيتيرا، يعيش في الجزائر. هذا ما كان هذه غير باش نضحكوا. المهم السفير جابو روحوا الجزائر، وهذه ايجابيه، هذه ايجابيه حتى يعتذروا. وكان امور ان شاء الله بيناتهم بين الجزائر، ولكن اتضح الامر ذك خلاص نظفت الدعوه، ماشي كيما وقت بوتفليقه كي جا ديريكتومو راه لفرنسا راني معاكم. كيما فرنسا تقول بوتفليقه بون ايلاف، تبون خرج لهم الطريق، ماهوش لبون ايلاف اللي يعوسوا عليه. طلع لهم راجل وعجبني انا، تابع الجيش تاعنا، تابع الجزائر بوان فينال، متحد مع الجيش، هذاك هو الرسمي، ينفعك غير الجيش تاعك. ها هو هذاك هو مات، واش مات كيف مات، غير جماعة برك تاوعنا خلاوه في البريزيدونسيال، باسكو هو بريزيدون خلاوه حتى مات اونديكابي وخلاص، ديبرونشاوه. دار حوايج، وكتاش دار حوايج بوتفليقة حتى نفاق روحو هو هلكها. من بعد كي فاق روحو جا يسقم ربيها ومرض، الله يرحمه، الله يسهل. وجا خو السعيد هذاك اكسيتيرا، هذاك السعيد فضحها وزيد يقول لهم عندي اسرار. شمن اسرار محمد؟ اسرار تاع السرقه اللي عندك، واش كاين اسرار تاع السرقه اللي على بالك بهم اللي سنيت عليهم؟ هذا ما كان. المهم نرجع للموضوع تاعنا، انا عجبني تبون، وهذا الراي عليه نردو للناس، باسكو سمعت كلام، سمعت الناس تهضر زي طوط وجماعه اخرين اكسيتيرا، ويقولوا رد الفعل تاع تبون ضعيف وكسيتيرا. ما هو ضعيف، ما هو له رد قوي وانتليجون تاع رئيس دولة، مش تاع شاف مافيا. أما الرد تاع فرنسا تاع ماكرون تاع واحد شاف مافيا، هذا ما كان. كش ما شتو واحد رئيس يقول رئيس تاع جيد، إنسان جيد، شغل بيرسونيل أونديري، شخص مع شخص، مش رئيس مع رئيس، مش مؤسسة مع مؤسسة، دولة مع دولة، شغل يعرفوا صاحب تمسخير. اذا هذه العقليه تاع فرنسا هذه اللي راهي تمشي بها مع الدول الافريقيه هذه فرانكوفونيا اكسيتي، راح تروح. بدا يفوقوا لي زافريكان، بدا يفوقوا. انا درت لكم دي فيديو سيرتو لي بيي فرانكوفون، افريكا فرانكوفون من فوق، فيقوهم هذو انغلوفون. وطلعنا من الموديل تاع رواندا، درك هذا رواندا راح تولي موديل تاع الدول الافريقيه، باش يولوا كيفها، باش يولوا كيفها. هذه هي درتها انا، هذه عرض الفعل. تحيه الجزائر، تحيه الشعب، تحيه الجيش. السلام عليكم.